حنايا غادي نتكلموا فيها على الشمس شميشه، كيفاش نستافدوا من الشمس لانه ضروريه للصحه ديالك لاله، للصحه ديال العظام، للصحه ديال الشعر ديال البشره، وكذلك للصحه النفسيه. وغادي كذلك نشوفوا كيفاش تسهروا على الحصول على وقايه كامله للبشره، للشعر، للاطفال من ضربات الشمس ولا ساعات الشمس، مع الخبراء المميزين ديالنا خبيرة جميل والمكياج محبوبة صفاء بوجنح. صباح الفل. صباح الخير محبوبة بعد الحمد لله. أكيد تحبك الجنة. صباح الخير مستمعين أصدقائنا وصديقاتنا متتبعين برنامج حديث مغزل، وصباح الخير ثناء، صباح الخير دكتور عماد، وصباح الخير شاب الزينة. صباح النور، صباح الورد. وصباح الفل دكتور عماد. صباح الابتسامة والتفاؤل اختي سناء عليك ولا شرتينا. دكتور عماد ميزاب دكتور الصيدلة والمختص في العلاج وفي تداوي بالأعشاب. ومنين كنتكلموا على الشمس، بزاف ديال الأمور اللي كيستعملوها السيدات دابا في الصيف مع الشمس أو من بعد الشمس، حيت ملي كنهضروا على الشمس كاين لافون ولابخي، كاين ما قبل وما بعد تعرض للشمس وأثناء وكاين أثناء. فاليوم أي سؤال عندكم على الشمس مرحبا بكم معنا مباشرة على رقمنا الهاتفي 0522 77 24 24. دكتور عماد دابا في الصيف الوقت ديال التبحر أكيد، وكتبدا كتسمع دير بطاطا، دير مطيشة، لا ساعات الشمس، دير مجموعة من الزيوت، من الأعشاب، الحامض، واش هاد الشيء عنده فعلا منفعة أو لا؟ فأكيد أن هذا الشيء في بعض الحالات كيقدر يكون عنده منفعة إذا استعملنا بعض المواد اللي كتكون طبيعية 100%. حاجة واحدة اللي كتمكن تكون عندها المنفعة هي إذا خدينا مثلا الزيت ديال الأرغان اللي كنا هضرنا عليها بزاف ديال المرات. فأرغان فيها مواد اللي كيتسمى فوتوسنسيبل، يعني مهيجة لأشعة الشمس، وكتخلينا أننا ناخذ داك لو برونزاج ذهبي أو قمحي، فما عندناش مشكل. ولكن ملي كنوليو كنهضروا على الحامض، والجزر مثلا وزيت الزيتون، فهنا يمكن يأثر لينا على البشرة ديالنا، يعطينا يرفع لنا من درجة الحساسية. يمكن كذلك الحامض أنه يحرق لنا الجلدة ديالنا ويعطينا واحد الحروقات من درجات مختلفة، في بعض الحالات كتوصل الحريق من الدرجة الثانية. وحتى إذا استعملنا مثلا في بعض الحالات كما ذكرت أختي سناء أن الإنسان مثلا كيكون عنده حمرار وكيمشي كيدهن مطيشة، كيقول لك حقارة مطيشة، كيمكن تحيدنا الحروقات، ولكن هذا غلط، لأن المطيشة كتعتبر من المواد اللي يمكن تسبب لنا حساسية وتسبب لنا واحد المضرة في البشرة ديالنا، وخاصة ديك البشرة اللي كتكون كتعطينا الحماية، فهنا يمكن نزيدوا من المشكل ديال الحروق. فهنا نتجنبوا بحال هذه المواد هذه. وكما قلنا الماده الطبيعيه الوحيده اللي يمكننا نستعملوا هي زيت ارغان الجميل، فانا كنرشحها احسن حاجه. انا اليوم بغيت صفاء ان شاء الله تقدم لكم مستمعاتنا اهم النصائح. انا وحده منكم يعني الصيف كنلقاو في المحلات المتخصصه بالجمال وبالجميل وبالمنتجات والكريمات وغيرها العديد من لي برودوي اللي كتقول لك هذه ما قبل الشمس، هذا سيروم او كريم سولير لوقايه الشعر، هذه لوقايه البشره، هذه لوقايه الوجه. فاكيد لاله انت بعض المرات كتحيري شنو تختاري، شنو فعلا المنتوج اللي غادي يفيدك واللي اساسي خلال فصل الصيف. غادي نشوفوا ان شاء الله ايضا كيفاش البشره تحاربوا فيها الجفاف والنشوفيه وتقشار من بعد التعرض للشمس. واي سؤال مرحبا به دائما على رقمنا الهاتفي. صفاء راه محضره لنا نصائح رائعه جدا. كما كنا ورينا كيفاش نتعاملوا مع البشره ديالنا في اثناء فصل الشتاء، فحتى فصل الصيف عفوا عنده شنقولوا العادات ديالو، عنده العادات ديالو الروتين الخاص به. اولا عندنا واحد العادات اللي هي سيئه اللي كنعتقدوا بانها هي صحيه وهي ماشي صحيه، هي السيدات اللي مثلا كيبغيو يعطيو واحد اللون بسرعه ولا ان برونزاج اللي هو مثلا غامق بزاف ويمشي بطريقه صحيه، كمثلا تجنب استعمال الواقي الشمسي. راه خاصنا نستعمل الواقي الشمسي واخا بغينا نديروا البرونزاج، خاصنا نعرفوا بان يعني كثره التعرض لاشعه الشمس يمكن ما غاتبانش لكم السنه الاولى السنه الثانيه، كتقدر الله يستر تعرض البشره ديالنا والجلد ديالنا والجسم ديالنا للسرطان، انواع السرطان، نوع من انواع
السرطانات. ان البشره ديالنا كتشرف كما كنقولوا دغيا ولا كتجعد فيهاش معالم الشيخوخه. معالم الشيخوخه يعني انا من الناس اللي كنبغي مثلا نعطي لون ذهبي للبشره ديالي خصوصا الوجه ديالي. وانا ما نكذبش عليك انا غير كنتفكر بانه يمكن يكون عندي مشكل ديال انني دغيا البشره ديالي ديال تولي كما كنقولوا فيها الشيخوخه. فكنتجنب نقدروا مثلا اننا نعرضوا بلوس الجسم ديالنا على اننا نعرضوا الوجه ديالنا. فكنصح السيدات اننا البشره ديالنا ضروري نديروا ليها واقي شمسي. والواقي الشمسي يكون يعني العامل ديال الحمايه ديالو يكون طالع. حنا كنعرفوا بان الواقي الشمسي كيبدا من 25 كاين 30 كاين 50 وكاين حتى 100% يعني كيكون 100% دو بروتيكسيون. الغلط اللي كنديرو هو ملي كنديرو الواقي الشمسي كنديروه شويه وكنبقاو كندخلوه في البشره ديالنا بحال ما درنا والو. هو خصوصا ملي كنكونوا غادي مثلا البحر ولا لابيسين ولا اي مكان فيه اشعه الشمس بزاف كنديروه بانكوش ولا طبقه اللي كتكون هي غليظه باش كنحميو البشره ديالنا. خاصنا نجدوا الواقي الشمسي كل ساعتين سنه كل ساعتين لان كيمشي المفعول ديالو من بعد ساعتين. فما يمكنناش نديروه ونخليوه النهار كامل نقولوا علاش ولاو فيا ليطاج ولا علاش فوالا. هذه بالنسبه للبشره ديالنا. نجنبوا نستعملوا كريمات اللي هي مثلا او دي زويل برونزونت اللي هي خاصه بالجسم ونديروها في الوجه ديالنا. نجنبوا هذه القضيه راها خايبه بزاف. كاين واحد الماده اللي سميتها غراس كاين اللي هذاك يعني الويل سولير ولا المنتوج ديال الشمس كتستعملوا حتى في الشعر ديالها. انا عاد غنتكلم على الشعر حيت كاين الشعر حتى هو واحد خاص دي بريكوسيون خاص واحد الحمايه احتياطات كنا هضرنا قلنا بان كاين واحد الاغلاط كنستعملوهم باش نعطيو دوك الخصالات الذهبيه للشعر. حنا راه كنخرجوا على الشعر ديالنا نكمل غير البشره وغادي ندوز للشعر. الوغ قلنا كاين واحد الكريم ولا واحد غريس ولا شحمه كنسميوها باللغه العربيه غريس دو تريغ. هي مكونه من من, من, من كتستعمل من الحيوانات اما من الماعز اما من البقر اما من نعجة. من نعجة. الدكتور عماد في الكوليس قلت لي عافاك شرح لي بالفرنساوي يعطيني بالعربيه باش ما ننساش. فهاد لا غريس وبزاف السيدات راه كيشريوها راه هي كاينه كتسمى لا غريس دو تريغ. هي كتعطي واحد اول مره كنسمعها معروفه كيستعملوها الناس بزاف. غير هي دابا شنو المشكل فيها؟ ما كنصحش السيدات اول مره غادي تعرضوا للشمس يعني مثلا يلاه بدا الموسم الصيفي ديالهم ويديروها هي الاولى وما يديروهاش الاطفال بعدا ما يديروهاش نهائيا الاطفال تحرقهم الاطفال. كاين عندهم مواد اللي خاصه بهم والاطفال خاصهم ضروري نديروا لهم الواقي الشمسي الخاص بالاطفال وخط يبان فيهم كله بيض الجسم ديالهم يلاه يلاه. ومع ذلك يقدروا ياخذوا واحد يعني ديكو سولير ضربات شمس او ساعات شمس. فخاص ضروري نجدوا لهم كل ساعتين حتى هما نديروا لهم الوجه ديالهم والجسم ديالهم كامل. نعم. ماشي مشكل. الو هاد لاغريس كيديروها السيدات اغلب الاحيان او الفتيات باش يعطيهم واحد اللون اللي هو سريع النهار الاول فهو خطير ويقدروا يتحرقوا من درجه ثانيه ولا حتى الدرجه الثالثه. انا ما ننصحهمش انهم يديروه. يديروا زيوت اللي هي خاصه وفيها لا بروتيكسيون اي فيها الحمايه حتى الزيوت ديال البرونزاج كتكون فيها حمايه. وما يتعرضوش لاشعه الشمس من النهار الاول بزاف ويتجنبوا هذيك الفتره ما بين 12 حتى 3 راه هي اخطر يعني فتره كيكون فيها اشعه الشمس اللي هي خطيره. إذا كنا مثلا عارفين راسنا غادي نتعرضوا لاشعه الشمس نجنبوا بالنسبه للسيدات اللي كيستعملوا ليبيلاسيون او لازير. ممنوع منعا كليا اننا نديروا له لازير من بعد البرونزاج. خصنا على الاقل شهر لانه راه كنحرقوا الجسم ديالنا. إذا كانت مثلا السيده باغا دير تحيد الشعر الزائد بالحلاوه ولا بلاسيخ ما ديرهاش هذاك النهار ما ديرهاش الليله قبل وما ديرهاش من بعد لان البشره كتكون كما كنقولوا طيبه ولا سنسيبل. بالنسبه الشعر ندوزو الشعر بزاف كيغلطوا كيستعملوا دوك لي زويل برونزونت او الزيوت اللي كنديروا بها البرونزاج او الكريمات الخاصه بالبرونزاج للشعر ديالهم. كتقول لك غادي يولي ليا شعري مع اشعه الشمس غيولوا فيه خصالات ذهبيه. حنا كنحرقوا الشعر ديالنا زعما بيدينا. كيفاش نحميو الشعر ديالنا؟ كما كاين واقي شمسي للجسم كاين واقي شمسي للشعر. راه كاينين منتوجات. واش دابا بكل صدق وانا كنعرفك تبارك الله عليك دائما كتقولي لنا اللي كاين بتجربتك وخبرتك صفاء بوجناح. واش هذا الواقي الشمسي عنده اهميه ولا هو فقط منتوج تجاري محض وما كاينش شي وقايه؟ لا صراحه انا كاين واحد الماركه معينه اللي كنستعمل لا عنده كنتحسي بان الشعر ديالك شوف هو سي ان فيلتر
كيوقي لك شويه شعرك. وانا ما غاديش نخليو شعرنا بحال هكاك، انا نعطيك كاين نصائح واحده اخرى الا بغينا لو ماكسيموم دو بروتيكسيون ولا اكثر حمايه. وملي كنقولوا الوقايه، الوقايه ضد الشمس معنيته انه الشعر ما غاديش ينشف، ما غاديش يتحرق، فوالا ما غاديش يتقصف. نتجنبوا بشكل نهائي نحطوا بالنسبه للسيدات اللي مثلا كيتعرضوا اللي كيمشيو يسبحوا، اييه، وحتى الوليدات والبنيات، اييه، كل شيء هادشي على العموم. نتجنبوا اننا الشعر ديالنا يكون عنده كونتاكت ولا يكون عنده علاقه بالماء ديال البيسين اللي كيكون فيه الكلور، لانه كيضرب الشعر. والسيدات اللي دايرين لي ليساج كيراتين وما يشابه، راكم كتخليو شعركم في الصيف وكترجعوا بلا شعر. دونك ما نعرضوش شعرنا كما دايرين الصباغه، كما دايرين ليساج، كما دايرين والو. الماء ديال البحر لان الملوحه الزائده فهي كتضرب الشعر ديالنا، والماء والكلور اللي موجود في الماء ديال المسابح حتى هو كيضر بالشعر ديالنا. كيفاش غادي نحميوه؟ الدراري الصغار والبنات الصغيرين ندير لهم دوك لي بوني ديالهم اون سيليكون ولا بالثوب الخاص بالماء. السيدات نقدروا نستعملوا دي شال ولا دي زيشارب، يعني فولارات دريرات كيكونوا كبار وكيكون اللون ديالهم كلير فاتح، ماشي غامق، لان اللون الاسود كيشد اشعه الشمس. كنبلوه بالماء عادي ديال لو روبيني ولا الماء المعدني، وكنديروه فوق شعرنا باش كنحميو الشعر ديالنا على اشعه الشمس وعلى الماء. حنا غادي نوصلوا معكم وغادي نجاوبوا على كل الاسئله اللي معنا على الخط من بعد الفاصل مباشرة على راديو أصوات. نجاوبوا الأسئلة ديالكم مستمعاتنا. اليوم حديثنا على الشمس، كيفاش السيدة تستفد من منافع الشمس ولكن في نفس الوقت توفر لنفسها والأسرة ديالها وقاية شاملة من مضرات الشمس اللي كيف كانت كتكلم عليها خبيرة جميل والمكياج صفاء بوجناح. بالنسبة للبشرة هناك ظهور مبكر للتجاعيد والعلامات الشيخوخة وطبعا التلوينات اللي ما كتبقى قش صافية ديال البشرة والبقع السوداء والكلف وغيرها. وبالنسبة للشعر كنعرفوه لأنه أيضا الشمس تتنشف الشعر، وتعرض للشمس بشكل غير يعني غير محمي كتقدر كذلك تعطي داك التقصف ديال الشعر اللي كيولي كله بحال شي شتب ناشف والراس ديال الزغبة كيتقسم على جوج. عندنا أسئلة غادي ناخدوها ونجاوبوا عليها. غادي ناخدو ربحة من الدار البيضاء. أهلا بك ربحة. السلام عليكم خيتي. عليكم السلام ورحمة الله. صباح الفل. لاباس عليك؟ الحمد لله. كنشكركم بزاف على هذا البرنامج وكتفيدونا، الله يجازيكم بخير. الله يبارك فيك، شكرا على وفائك. بارك الله فيك أصوات، ومرحبا بسؤالك الخبراء ديالنا. أنا كنشكر خويا عماد، كنشكر صفاء بوجناح، كنشكر. مرحبا. بارك الله فيك اختي. بغيت نطرح واحد السؤال على الاخت صفاء. اي لا لا مرحبا. عندي اختي عندي الشمس ضربه ليا وجهي، ضربه ليا وشاده ليا حتى في يديا، يعني بحال داكشي كيقصني في وجهي. وكندير ليك خو، كندير كاسكيطه بحال هكا ملي كنخرج وكلشي، ولكن هذاك الشمس ما بغاش كتحيد ليا من وجهي، يعني وجهي ملي كنتمشى شويه كيولي ليا احمر. واش دابا عندك بقع ملونه يعني مغلوقه في البشره، او لا عندك بحال الحساسيه، عندك حموريه؟ عندي حموريه. عندك حموريه في البشره؟ واخا شحال هذه الوقت باش ظهرت هذه الحموريه؟ تقريبا قبل رمضان هكاك. قبل من رمضان؟ قبل من رمضان. واش استعملتي شي منتوج لوجهك؟ لا، غير داك الشيء اللي تيقول لينا الاخ عماد، بحال دابا كندير داك زيت اللوز كندير لوجهي. بحال هكا كندير بحال كشي ماسك يعني ديال الخضار ولا ديال الفاكهه. ولكن هذا الشيء ماشي كديريه وتخرجيه طبعا للشمس، هذا الشيء حنا متفقين خصو وقتو فاش يدار. لا حبيبه ديالي كنديرو غير في الدار، يعني ما كنخرجش في كاع الشمس. صافا اسمح لي، غير واقي الشمسي شحال الوقت كديريه؟ كنديرو عام اللي كنبغي نخرج اختي صفاء. واخا يعني مثلا خرجتي نهار كامل كديريه قبل وكتخرجي ما كتعاوديش تجديه في النهار؟ لا يعني انا اصلا ما كنخرجش بزاف للشمس. واخا والواقي الشمسي شحال فيه ديال الحمايه؟ في 50، يعني في 50 زائد، يعني دايرين سمعت واحد النهار قلتي زائد بحال هكا 50 بلس. واخا غير بغيت نشرح بانه الواقي الشمسي خاصو يتجدد كل ساعتين. واخا نكونوا كنطبخوا في الدار وكنا هضرنا على هذا الموضوع سنه، راه تبارك الله حنا بلاد اللي فيها الشمس طول السنه، ومع غير مع لو فوغ مع الفران مع الطياب مع هذا، خاصنا ضروري نديروا الواقي الشمسي حتى في الدار ديالنا. يعني تولي عندنا عاده جماليه ولا عاده صحيه كما بغينا اللي هي عاديه. نعم اختي. واحد السؤال اخر اللي جات على خاطرك اختي صفاء. واحد دابا انا شعري كندير الفولار، وعرفتي كله تقصف لي، كله نشف بزاف كاع، يعني ولا ناشف كاع بزاف، ما عرفتش. كندهنو، كندير ليه زيت الكوكو، كندير ليه زيت اللوز، ولكن مع الاسف يعني ديما مقطع لي وناشف. كديري شي سيباغا؟
لا ما كندير ليه نهائيا، انا ما كندير ليه حتى شي حاجه، يعني محتاجه دايره الفولار ما كندير ليه حتى شي حاجه من غير زيت اللوز ولا زيت هكا شي زيوت، شي ماسك ديال الزيوت والزاف. يعني طبيعه شعرك من الاول ما كانش ناشفه ما كانش مقصفه؟ لا ما كانش ناشف بزاف، يعني مؤخرا هاد الايام كاع ولا ناشف بزاف. معناتها واش عندك مشكل انه الشعر هرب لك من القدام مثلا؟ هرب ليا من القدام. شنو هي النوعيه ديال الفولار اللي كتستعملي؟ لاكاليتي ديال الفولار، الجوده ديال الفولار. كندير ديما لو كوطون، يعني الفولار ديال لو كوطون كندير دوك لو باندات ديال الكوطون، ديال الكوطون من التحت. الوغ بالنسبه للشعر اللي كيكون كيهرب سورتو السيدات اللي كيديروا الفولار، فكتكون اما النوعيه ديال الفولار ما معاوناناش، الا ما كان مثلا كانت الفيسكوز ولا كان نيلون ولا شي حاجه، خصنا نعرفوا بان يقدر يجينا واحد النوع من انواع الفطريات ولا الشامبينيون للشعر، بان الشعر ما كيتنفسش، فخصنا ضروري 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 نديروا البال للنوعيه ديال الدره السيده اللي كتستعمل. ثانيا يعني اكثر زعما لو بلوتو بوسيبل في اقرب وقت يكون عندنا فرصه اننا نحيدوا الفولار مثلا في دارنا، فنخليو شعرنا باش يتنفس تريح وتنفس، نديروا مساج ما فيها باس، اللي درنا مساج لشعرنا في الصباح وخصوصا في الليل كنحفزوا الدوره الدمويه انها تنشط والشعر كتكون لا سيركولاسيون سانغين مزيانه وكيولي كيتنفس مزيان، نمشطوا شعرنا بمشطه اللي تكون مزيانه ما تكونش مثلا ديال الحديد ولا تكون اون بوا. وبغيت نقول شي حاجه واحده اخرى ونسيت لا كرناش هذا، واخا حنا غادي نتفكروا ونجاوبوك. فهذه كلها امور مهمه بالنسبه للشعر اللي تقصف وهرب ليها. شنو الوصفه؟ فوالا. والسيدات اغلب السيدات اللي كيديروا الدره كيجمعوا دائما شعرهم شينيون وكيجبدوه اللور. واش هكا كتمشطي شعرك ربحه؟ هكا كتجمعي شعرك؟ كنجمعوا ديما اللور انا شينيون كتجمعي يعني على شكل قرصه كديريها اللور؟ اييه ولكن ما كنزيروش، يعني كنعن مرخوف وفي الدار كنعري، يعني كنغطيش وليني واخا هكاك حيت لفت دائما الشعر لو ميم موفمون فهو كيتبع نفس الطريقه ديال كنجمعو حتى هي كتخلي الشعر كتخلي. انا كنصحهم انهم يديروا نهار ايه نهار لا فرقه، مثلا نهار يديروا فرقه في الجنب على اليمين، مره يديروا نغد ليه يديروا فرقه على اليسار، مره يديروا الفرقه مثلا على الوسط. بشحال هذه كانوا السيدات كيديروا الباتشا، وكان ديك الباتشا يعني اليوم راه عندها منافع انه كتمشط بواحد الشكل دائري الشعر، مره كتمشطوا على اليمين مره على اليسار. واش الباتشا كعاده صحيه؟ ماشي كل نهار، لان ماشي كل نهار، لان الباتشا الا بقينا كل نهار كل نهار كتاخذ نسايا واحد لو موفمون وكتقدر واحد الاتجاه وتقدر تضرنا في الراس ديالنا، لان كاع الثقل ديال الشعر كيمشي في واحد الجهه. الباتشا نديروها مره ولا جوج مرات في الاسبوع من بعد ما كننظفوا الشعر ديالنا باش نتجنبوا اننا نديروا لي بلاك ولا نتجنبوا اننا نصيبوا شعرنا. كتعطي منافع اللي هي زوينه، ولكن السيدات خصوصا السيدات اللي كيديروا الدره ولا حتى السيدات اللي ما كيديروش الدره وعندهم واحد القاعده انهم دائما شعرهم اللور مجبدين اللور، كنصحكم انكم ديروا الفرقات يعني تخلفوهم، وبعض المرات نديروا الفرقه ديال الوسط باش عمر الشعر ما كياخذ واحد المنحه معين ولا واحد الشكل اللي هو معين. صافي اتفقنا ربحه، تهلا في راسك. لا بغيت توصل لي واحد الميساج اخويا عماد، الله يجازيك بخير. اي مرحبا. عندي حبيبه ديالي عندي الصدفيه بزاف في يديا وفي ركابي وفي الصبع ديال رجليا. واخا حنا غادي نجاوبوك على هذا السؤال هذا، تهلا في راسك. غادي ناخذ بشرى اللي معنا. اهلا بك بشرى اللي بغات تسولنا على الشعر وتعرض لاشعه الشمس. معنا كذلك اسماء، يلا غادي نلخصوا ونجاوبوا على كل مستمعاتنا. تنت يا ليلى عندك سؤال على الشمس والحمايه او الوقايه منها، مرحبا بك على رقمنا الهاتفي 0522 77 24 24. بشرى لاباس عليك؟ لاباس اختي كبيره. الحمد لله، الله يبارك فيك. نورونا بهذا البرنامج والله العظيم راكي عزيزه. ربي يخليك، شكرا لكم، الله يكبر بكم. تفضلي شنو السؤال ديالك لصفاء والدكتور عماد؟ عندي سؤال تقريبا بحال الاخت اللي كانت هضرات. عندي الشعر كندير ليه خلاص صباغه إيه؟ ولكن عندي زغبه واقفه في زيت الاستعمال يومي دابا من بعد ملي نغسلو نبقى ندهن. واخا وشنو العلاقه بالشمس؟ لان موضوعنا اليوم على الشمس، يعني مادا بيا الاسئله ديالكم تبقى في الموضوع. لا انا كنعري راسي ملي كندير كينشف كيزيد ينشف ليا. شنو ملي كتعرضي للشمس كتحسي بشعرك كينشف؟ لا شفاه بغيت شي زيت اللي نبقى ندخل للدار وندهنو مورا الغسيل. واخا
وعطاتني لك ممكن الله يسر عليك ديك الترطيبه اللي قالها الدكتور عيمه اخر مره. واخا بغيتي عاودها لي الله يحفظك اختي الله يسر. واخا مرحبا بك، تحيه كبيره ليك بشرى سفيره راديو اصوات مدينه الخنيفره. حنا ان شاء الله غادي نجاوبوا اكيد على هذه الاسئله، وهذا السؤال ديال نشوفي الشعر مع تعرض للشمس راه غيكون منتشر وشائع. غادي ناخذوا اسماء اللي معنا من الدار البيضاء. اهلا بك اسماء. اسماء نعم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، تحيه للبيضاويات. بارك الله فيك اختي سناء، كي دايره دكتور عماد؟ كي دايره صفاء؟ بخير اختي من كاسما صوتكم الله يبارك فيك. الحمد لله. عفاك اختي سناء، بغيت نسول الدكتور عماد على يدي. اييه يدي هاد الايام كنحس بهم بحال الا كحالوا ليا من الصبعين للفوق، قربوا يوصلوا البلاصه فين كنديروا مكانه او بغاسلي. اييه كان هيك حال، واخا ما كنتعرفش انا الشمس يعني على الدار، وما كنتعرفش فيها الشمس بزاف. وبزاف الناس قالوا لي راه جافيل، راه المواد ديال التنظيف والشمس، ما عرفتش شنو غادي ندير لهم. نعم، انت شحال تقريبا كتعرضي للشمس في النهار؟ لا ماشي بزاف، ماشي بزاف، غير الا كان عندي شي صخيره في الساعه نهبط صافي، ماشي غير الحانوت ولا. واخا، واليدين ديالك حالو، حنا غادي نشوفوا ان شاء الله شنو غادي يقول لنا دكتور عماد في هاد الماده هذه. بالنسبه للمساحيق اللي كتستعملي، واش كديري دلعبار؟ مؤخرا درت شويه دلعبار، ما كنتش كندير دائما، ولكن درت شويه دلعبار. واخا الزوج ديالي قال لي واقيلا هو وراه دكتور عماد هضر وعاود على هاد المواد اللي كيقول لك قوم تفاداوها، يعني ما تاخذوش ما تغامروش بالصحه ديالكم. وحنا غنرجعوا نسولوا على هاد الماده هذه. تفضلي عندك شي سؤال اخير، لانه غناخذوا ساره معنا من دار بيضاء. سارة أهلا بك. ألو أهلا بك سارة من دار بيضاء. شكرا ميرسي. مرحبا بك. ميرسي ديجا بوغ البرنامج كيفيدنا بزاف. دو غيان مرحبا. بارك الله فيك. بغيت غير نسول، أنا عندي لي شفو دايما كولوري. إييه. مع لي شفو بدل لي شفو كري، ودايما خصني نصبغ. وديكو مع لي لافاج راك عارفة كيبدا يتبدل اللون مع الغسيل. إي جي بخي دي شامبوان بلو لي كيحيدوا لي لوغو، ولكن دائما خاص لي سوان لي شوفو كولوري، سينون كلهم عرفتي تيبقى تيكشف الشعر. اكزاكتومون بحال كيكشف اللون كيمشي وكيبقى اللون فيه ما بحال باهت. لا اللون كيبقى غادي وكيمشي لورانج. عرفتي انا هذا تنداويه بلي 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 شامبوان، ولكن ماذا بيا ان تخوك حيت شنو تيقولوا لي دائما خصك ترجعي للسوان في لي سالون دو كوافور، ولكن مع الوقت وداك الشيء سي با بوسيبل. اكيد سي با بوسيبل. شحال في عمرك ساره؟ جي 30 عام. 30 عام واخا، وهذا المشكل ديال الشيب ظهر لك شحال هذه ديال الوقت؟ لا حيت دابا انا دوبي شحال دوبي 23 عام، وانا عندك هاد لي شوفو بلون. دونك هذا مشكل وراثي. ما كانوش عندي اون فيت، حيت كنت كنصبغ شعري بزاف، سي اون فوت لي ما كانش خاصني ندير، وكيقولوا لي مع الصباغه بزاف كدير لي شوفو بلون. اي دوكو انا دابا عندي لا غاسين كلها شوفو بلون، ولو سي اوبليجي باش نكمل في الصباغه، سي ان بياج اون فيت. واخا، واليوم انت كتعرضي للشمس بزاف؟ وي اسي، ودابا مع الصيف وداك الشيء. بغيتي تعرف شنو لا بروتيكسيون، لا ميور بروتيكسيون، احسن وقايه اللي تستعملي للشعر؟ ماذا بيا الله يخليك، اعطيني شي سوان نديرو في الدار ساهل اللي نقدر نديرو في الدار بلا ما نديبلاصا فيغ لي سالون كوافور. واخا، وهذا سؤال مهم غادي يجاوبوك عليه صفاء بوجناح ودكتور عماد. اها الو وي حنا معاك ساره. وي شكرا اسمحي لي، غير هاد لو ما يبدليش لا كولور دي شفو اللي تندير. واخا صفاء بوجناح شنو تقول لساره اللي معنا على الخط؟ بوكو ساره، صباح الخير ساره. ولكن في نفس الوقت فهمناها يعني تقلبات. جو كومبخون بارفيتمون. ما يمكنش اشاك فوا ترجع للصالون، غيكون عندها واحد الميزانيه مكلفه. الوغ السؤال ديالي الاول، اشمن لون كديرها ساره كوم كولوراسيون؟ لو غو تندير لو 7 ولا لو 8. C'est-à-dire un châtain foncé ou un châtain clair? Non, je suis dans le blond cendré. Ah, le blond cendré. Le blond cendré ou là le nude? Waha, est-ce que tu as déjà décapé? Je suis en train de faire blond. Tu as décapé le char dialk? Qu'est-ce que tu me dis? Ou est-ce que tu as décapé le char dialk? Tu as décapé blond. Tu as décoloration. Décoloration. Non, non, jamais. D'accord, donc c'est sur couleur naturelle que dirige de la coloration. Il y a forcément, on va dire, l'ammoniaque.
لا وي فوالا دوك لي شوفو بلون لي غاسي لي تيطلعو ديما تيديرو لي فيه لا الامونياك حيت سي با بوسيبل مي لو ريست سون امونياك فوالا اكزاكتو غادي تكون اون كونسونطراسيون ديال الاكسجين هو اللي كيعطي داك داك لا كولور غريزوني بحال هكاك هذا هو اللي كيعطي المشكل اكثر مع الامونياك الا تدخل معاه في يعني اون رياكسيون والمشكل دابا شنو هو راه الجذر ديال الشعر ديالك دابا هو اللي كلا العصا يعني انه تضرر هو اللي بقى فيه هذا المشكل هذا ديالاش ان لا ميلانين ديالك ما بقاتش كتفرز بواحد الطريقه طبيعيه دونك ني با نورمال هادشي علاش عندك هاد المشكل هذا في لي شوفو ديالك ولكن حتى القضيه ديال الصباغه ان خصنا حتى القضيه ديال الصباغه اننا خصنا نقلبوا على شي صباغه اللي غادي تكون خفيفه حتى في لا كونسونطراسيون ديال هاد لي ماتيير والصباغه اللي كتخدم بالغيفيلاتور ما كتخدمش بسميت وما كتخدمش بالاكسجين فهذا هو لو بروبليم وقيلا كيبان ليا ان خصها وحتى لونتروتيان ساره الا بغيتي تتواصلي معايا اون ميساج بريفي نعطيك لا غام اللي ولات دابا اون غام لي سون سيليكون سون سولفات يعني كتحافظ على الشعر شيئا ما واللي هي كتحاول انها كتخلي البيغمون ديال لا كولور حتى لوي سيمين يعني تقريبا حتى لشهرين كتبقى لا كولور ديالك زوينه واخا مع لي لافاج بالنسبه للو سوان كاين بزاف ديال لي سوان الى دكتور عماد يعطيها ولا دابا يعطيها ايضا واحد العنايه كاين دي سوان اللي بور ايدراتي لانك كديري هاد لو بلون سوندري فورسيمون لا كونسونطراسيون ديال الامونياك كتكون تري زيلفي فالشعر بطبيعه الحال راه كياكل كما قال دكتور عماد الدق فضروري خاصك تعتني به من ناحيه الصحيه وتعتني به من ناحيه الجماليه اللي هي لا كولور اتفقنا ساره داكور ميرسي خليك معنا في الاستماع دكتور عماد غادي يعطيك ان شاء الله ماسك وعنايه للشعر واللي غادي تخليك تنقصي من طريقه والوتيره باش كتمشي لي سالون دو كوافور ان شاء الله ما يكون غير الخير غادي ناخذوا مازال معنا جوج مستمعات على الخط غادي ناخذوا اسئلتهم في عجاله باش نرجع لكم لانه مازال غتعطيونا وصفات دكتور عماد عندك وصفات اللي غتقدمهم لمستمعاتنا معنا اول شيء اسماء من برشيد ومعنا فاطمه الزهراء هي من مراكش اسماء من برشيد صباح النور على راديو أصوات السلام عليكم أهلا بك أسماء شكرا بزاف على البرنامج مرحبا منور بكم شنو سؤالك بغيت نقول لك الله يعطيك الصحة البشرة ديالي إيه؟ حساسة لواحد الدرجة ما كتخيلش ما كنقدرش ندير أي برودوي أي ماسك ما كنقدر ندير فيه شي حاجة كندير إكخون 100% والله ما عرفت إلا خرجت الشمس إيه؟ حمار حمار وديك الحمورية كترجع لي بالكحولية ديجا البشره ديالي سمراء واللون ديالي ماشي موحد شحال هادي ديال الوقت هو عندك هاد المشكل ديال حساسيه البشره هادي هي لابو ديالي يعني من انا من ديما منين عقلتي على راسك وانت عندك البشره هكذا والوجه ديالي يعني بلاصه دهنيه يعني فاش كنعرف وجهي كيولي فيه الزيت وبلاصه ناشفه واخا انا غادي قبل ما نخلي الخبراء يجاوبوك وينصحوك واش عمرك استعملتي شي حاجه للبشره ديالك كنت واحد ما عقلتش شحال هذا واحد لاغان فيها جيل نيتويون فيها بزاف مفتح وفيها بزاف تخربيق انا درتها شي سيمانه بحال هكاك ما كملتهاش لقاش حسيت بها بحال جات لك على لابو ديالك واخا درتي شي ماسك للوجه ديالك اللي كيقشر ولا درتي شي ماده كيميائيه للوجه ديالك شي بوماده عمرك درتي شي بومادا ولا شي ماسك اللي كيقشر درتي للوجه ديالك لا ما كنقدرش نخربق ليه بزاف حتى لي ماسك والله ما عرفت غير شي ماسك دابا نتبعو وما عرفت شنو غندير حقاش حساسه بزاف اي حاجه كنديرها كحمر ليا وجهي اوكي اذا اول حاجه بعدا لي كرون توتال خصك تقلبي على واحد لي كرون توتال اللي كيصلح البشره جد حساسه اللي كندير هذه البشره الحساسه و 100% ايبر سونسيبل جد حساسه ضروري انك تستعملي هذا لي كرون هذا من هذا النوع هذا وما تستعمليش شي ماده اخرى اللي ما فيهاش او ما كيكونش مكتوب فيها هاد ايبر سونسيبل يعني بشره جد حساسه علاش لان دابا عندك واحد ديك البشره اللي كتعطيك الوقايه ما بقاتش والبشره اللي تحت منها هي اللي ولات فيها واحد الحساسيه يعني كتولي سنسيبل يعني بحال كتعرى وكيوليو دوك المستقبلات اللي عندها فيهم كما كنقولوا حنا سنسيبل بزاف يعني غير ملي كيتقاسوا او حساسين بزاف كيعطوك هذا المشكل هذا وبالنسبه للطبيعه فزيت اللوز الحلو وضروري انك تاخذ زيت تكون طبيعيه 100% او زيت بودور الخيار حتى هما كيصلحوا لهذا المشكل هذا ديال البشره ملي كتكون جد حساسه وخاصه في هذه الفتره هذه اللي كتكون سخونه بزاف
وغير نضيف سناء اسمحي لي هو كاين واحد لاغام اللي خاصه بالبشره اللي كتكون حساسه بزاف اذا كانت السيده كتستعمل مثلا مواد تجميليه لا المكياج ولا اي ماده بغات كريم دو جور ولا هذا تواصل معنا الا بغات غنعطيها السميه هذه الماده او هذه لاغام خاصه بالناس اللي عندهم بشره حساسه ما كيكونش فيها الزيوت ما كيكونش فيها الروائح فتقدر تستعملها وتلقى عليها راحتها. وحنا غادي نرجعوا مازال ونشوفوا شنو الوصفه اللي كتنصح بها ضد الحساسيه ديال البشره. دكتور عماد غادي ناخذوا فاطمة الزهراء معنا من مراكش. اهلا بك فاطمة الزهراء. عليكم السلام. على فكره لاباس عليك شبارك؟ بارك الله فيك. كنشكرك وكنشكر الطاب بوجنا. مرحبا مرحبا لاله. مرحبا عفوا يبارك فيك. كنسلم على اسماعيل كنسلم على فوزيه من شكرا تحيه طبعا وصلات الفريق راديو اصوات. قول لي شنو سؤالك؟ موضوعنا اليوم على الشمس كيفاش تكون وقايه ولكن الاستفاده منها. شنو سؤالك فاطمة الزهراء؟ نسلم على دكتور بن تعزيز سي عم محمدي كنشكر تحيه كبيره ليهم. اكيد قلت لك فاطمة الزهراء ناخذ سؤالك الوقت ما بقاش. عافاك سؤالي عافاك باش نزيم باش نزيم الصفا وحتى ما كندير لها ما كنستعمل حتى ما كنستعمل حتى مواد هذوك الكومادات وداك الشيء ما عمري استعملتهم. عمرك درتي كريمه واقيه من اشعه الشمس وعندك حساسيه في البشره؟ عملت هذاك الشيء انا كاع وحتى شعري ناشف شعري ناشف وكيفاش بزاف. هذا السؤال حنا غادي نجاوبوا عليه فاطمة الزهراء. اول شيء غادي نرجع طبعا للخبيره التجميل والمكياج صفاء ابو جناح ولدكتور عماد دكتور الصيدله والمختص في العلاج وفي التداوي بالاعشاب. طبعا اسئله اللي توصلنا بها كثيره من عند مستمعاتنا على ترطيب الشعر وتغذيه الشعر والحمايه ديالو باش ما يكونش هناك جفاف وتقصف للشعر مع اشعه الشمس. ونهضروا اول شيء على الشعر. شنو اهم النصائح ديالكم صفاء وعماد؟ وبقات لنا اقل من 10 دقائق. الوغ انا الوقايه ما نستعملوش مواد كيميائيه نجنبوا الكيراتين ولا اي ماده اللي كترطب الشعر بحال ليساج اي نوع من انواع ليساج خصوصا فصل الصيف. نتجنبوا باكت زعما يعني لو بلو بوسيبل اننا شعرنا يولي عنده كونتاكت مع الماء ديال البيسين والماء ديال البحر. نتجنبوا نستعملوا المواد اللي كنستعملوا الجسم ديالنا باش ناخذوا اللون للشعر ديالنا. نتجنبوا عفوا الصباغات لي ميش هادشي كلشي فصل الصيف نساوه. وكنصح السيدات بانهم ما يقطعوش هم قبل من الصيف يقطعوهم بعد فصل الصيف باش يلاه يحيدوا داكشي اللي كيكون تقصف واللي كيكون تحرق باش يعاونوا على انه يطوال ويزيان في الخريف في بداية الخريف. دكتور عماد دكتور الصيدله والمختص في العلاج وفي التداوي بالاعشاب مستمعاتنا طلبوا منك وصفه لترطيب وتغذيه الشعر في العمق ديالو في نفس الوقت غادي تحارب الجفاف مع اشعه الشمس. فهنا غادي نتصاحبوا مع ثلاثه ديال الزيوت في هذه الفتره ديال اشعه الشمس وهذه الفترة ديال الحرارة اللي هي زيت راشم القمح زيت لافوكا وزيت البابونج. زيت راشم القمح زيت لافوكا زيت البابونج معلقة كبيرة من كل زيت أو قريعة من كل زيت كنخلطوهم مزيان وكتوليو كدهنوهم كسيرهم كل ليلة. إذن كل ليلة ملي كترجعوا من البحر أو طيلة اليوم إذن في الليل كناخذوا شوية في يدينا من هذا الخليط وكندهنوا به الشعر ديالنا يعني لي بوانت وكنباتوا به كنداوموا عليه يوميا طيله هذه الفتره هذه ديال الحراره وديال اشعه الشمس. فهما زيوت اللي كتكون مغذيه مرممه وزيوت اللي كتخلي لنا داك المرونه ديال الشعر ديالنا. زائد ان الى لقينا نقدروا نلقاو الامكانيه ان حيت بزاف ديال الاخوات ما كيبغوش يستعملوا داك البوني ديال العمان فمن الاحسن اننا نستعملوه نشوفوه من واحد النوع اللي كيكون جيد فراه الثمن ديالو راه ما غاليش بزاف وهو نحاولوا نديرو عادي الا بغينا نعوموا في البحر ولا نعوموا في لابيسين هكا كنعطي واحد الوقايه كامله. علاش؟ لان البحر ما بقاش كيف ما كان. دابا ولا التلوث ولات العوامل الخارجيه ولات الاشعه فوق البنفسجيه. دابا كاين لي في بي ولي في ا ما تنساوش بان راه ولاو لي زو في سي كيدخلوا لينا عبر الثقب اللي عندنا في السماء ديال الاوزون اللي ولاو خطيرين جدا. وهاد الاشعه سريعه الامتصاص وهاد الاشعه الا دخلت لينا مع المسام ديال فروه الراس ما تنساوش بان فروه الراس المسام ديالها الخطوره ديالهم او المواد اللي كتدخلنا منهم اصعب انهم تدخل من الجلد ديالنا فضروري نديروا واحد الوقايه. وكذلك دابا راه حتى بالنسبه للمحجبات كاين خرجوا بعض الانواع ديال لي بيركيني او يسمى يعني بواحد المايوهات ديال السباحه خاصه بهاد يعني بهاد الناس اللي او السيدات اللي كيديروا الزيف فمن الاحسن يديروا واحد الحمايه كامله للشعر ديالهم
ويحيدوا نهائيا الزيف ديال البوليستر. الزيف اللي كيكون فيه المواد يعني غير راه كيبان وكيعرفوا السيدات تبارك الله راه ما كيزمد الشعر وكيأثر سلبيا على صحه الشعر والفروه ديال الراس. بالفعل وكاين الحمد لله الزيوف دابا ديال القطن كتار والاسمنه متوفرين. علاش؟ لان القطن كيكون سريع الامتصاص والقطن كيعطي واحد التهويه. عندك القطن عندك لولا اللي هو يعني كان كيستخرج من الماده الطبيعيه اللي هو زريعه الكتان. والناس يعني كل واحد وحسب جيبه حتى كنمشيو للصواف هادو كلهم كيكونوا دي دي يعني انواع يعني ديال الثوب. اهم شيء في اختيار نعم. الثوب المستعمل في الزيف هو يكون قطني ماده طبيعيه. فالقطن طبيعي نعم. فالقطن طبيعي والكتان طبيعي والحرير طبيعي. انا كان عندي طبيعي. سؤال لك دكتور عماد، كيف سمعنا اسماء 30 او ساره 30 سنه وخرج لها الشيب بكثره استعمال صباغات للشعر، واش الصباغه كتهرب اللون طبيعي الشعر؟ اكيد، لان الشتر ديال الشعر كتأدي لظهور الشيب. الشيب هو دي بيغمونطاسيون، الشيب هو الزغبه ما بقاش فيها لا ميلانين دونك او الزغبه فقدات ديك الحيويه ديالها. علاش؟ لان الجذر ديال الشعر قلنا فيه لي ميلانوسيت اللي كنهضر عليهم ديما، هاد لي ميلانوسيت هما اللي كيفرزوا لا ميلانين. الميلانين هو اللون ديالها كيكون اسود. اذا الا حيدنا بحال واحد كيكون عندنا واحد القاروره واحد القريعه اللي كيكون فيها واحد اللون اسود وكنحيدوه فكتبقى القرعه شفافه، فهذا هو الشعر ديالنا. اذا نتفاداو بحال هاد المواد هادي، نتفاداو نستعملوا الامونياك كما قالت الاخت صفاء، نتفاداو نستعملوا الاكسجين. انا دائما في هاد الامور هادي كنقول الا بغينا نتهلاو في راسنا ونتهلاو في شعرنا كنمشيو لاماكن مختصه، لان حتى دوك الناس اللي كتطور اللي كتقرا اللي كتمشي مع الوقت وكتعرف هاد الامور هادي. فالا بغينا نتهلاو في راسنا نصبروا واحد شويه ونستعملوا هاد المواد. بغيت كذلك نسولك الان على حموريه وحساسيه البشره، كيف سمعنا في اليدين في الوجه، شنو هي الوصفة الملائمة لحساسية البشرة اللي كتكون بسبب أشعة الشمس؟ أكيد فهنا خصنا ضروري نستعمل واحد المواد اللي كتكون مبردة، مواد اللي كتبرد علينا. ما كاينش ما كنلقاوش ما حسن من لابيكتين. إذا لابيكتين اللي كنلقاوها في المشماش كنلقاوها في الخوخ، إذا كنديروا واحد الخليط ديال زيت بذور الخوخ وزيت بذور المشماش، معلقة كبيرة من كل زيت كندهنوا على البشرة ديالنا في الصباح وفي الليل، وهكا كنعطيو واحد الحمايه للبشره ديالنا من هذا الاحمرار. مساله اخرى، واحد البتي تاستيوس كنديروه للحمايه 100% ضد اشعه الشمس، هو كندهنوا زيت لافوكا في الاول كنخليوها واحد الساعات كنديروا ليكرون توتال من فوق منها، فهكا كنرفعوا من القوه ديال الحمايه ديال ليكرون توتال 5 ديال المرات حتى 6 ديال المرات، وكيمكننا نستعملوا ليكرون توتال غير من 4 سوايع 4 سوايع، يعني بحال كنزيد واحد الساعتين ديال الحمايه. بالنسبه للسيدات اللي سولونا على المساحيق المستعمله في تنظيف البيت وعلاقتها مع الحساسيه، اكيد فالمسحوق كما قلت ومازال كنعاود ان ملي كيكون ديال العبار داك لو سي ال او داك لوكسيد دو كلور هي واحد الماده اللي خصها واحد المعيار خاص. هاد الناس اش كيديروا؟ كيجيبوا لوكسيد دو كلور كيخلطوه بطريقه عشوائيه مع الماء وما كيعرفوش المكونات. الا زادت واحد درجه الحموضه ديال هاد المواد هذه فكتحيد لينا الماء من الجلد من البشره ديالنا وكتقتل لينا ديك البشره ديال الحمايه، ديك البشره اللي كتسمى لا كوش بغيونت، هذيك البشره اللي كتعطينا واحد الحمايه وكتعطينا واحد لابغيونس كتموت وكتمشي. وشنو كيولي؟ كيولي ان البشره اللي لتحت معرضه لاشعه الشمس وكذلك هي اللي كتعطينا هذه البقعه. علاش؟ لان كتولي عندنا الميلانين كونسونطري في هذه البلايص هذه. واخا دكتور عماد ساره وكل الاخوات اللي بغاو يوقفوا استعمال الصالونات ديال الحلاقه والتجميل لوضع الصباغه او العنايه او دي سوان وبغات واحد لو سوان في البيت، شنو نصيحه ديالك؟ فلو سوان في البيت من الاعشاب ومن الوصفات الطبيعيه المضمونه والامنه. اكيد فلو سوان كيخصنا مواد اللي كتكون مغذيه، مواد اللي كيكون غنيه بلا فيتامين او راه حنا ذكرناهم، يمكننا نزيدوا عليه هم زيت الزعتر. زيت الزعتر حتى هي ما كتستعملش بزاف وعندها فوائد كبيره. زيت اللوز الحار، ماشي اللوز الحلو ولكن اللوز الحار حتى هي اللي فيها واحد ماده اللي كتكون كونسونطري واحد شويه على لاميغدالين. كيمكننا نستعملوا كذلك زيت الذره، زيت الذره اللي حتى هي الثمن ديالها رخيص وما غاليهش بزاف. زيت الصوجا، فهادو كلهم زيوت اللي كيمكن نستعملوهم كسيرومات في المباشر ديالنا. مباشر على تطبيق الصوت يسولوني الاخوات على زيت الزعفران. نعم، فزيت الزعفران مزايا كبيره ومزايا كثيره، غير هي كتكون الثمن ديالها شويه غالي، ولكن الا بغيتوا تستعملوها في الدار ديالكم فغنعطيو واحد الحيله بسيطه. اننا كناخذوا واحد غرام ديال الزعفران الحر كنديروه في كاس كبير ديال زيت الزيتون كنحطوه في حمام مريم واحد المده 20 دقيقه وكنخليوه 7 ايام.
اذا 7 ايام علاش باش ديك الصفخانيل والصفخانول دوك لي دو ماتيغ ودوك كما كنقولوا حنا لي سوبستانس اكتيف دوك المواد الاساسيه ديال ديال ديال, ديال الزعفران كتذوب وكتكونسونطرا بزاف ديك الزيت وهذيك الزيت راه ملي كتشموها كتلقى فيها ريحه الزعفران اللي كتكون مجهده فهذيك كتولي زيت ديال الزعفران كتصلح لتبييض البشره كتصلح كمغذيه للشعر كتصلح كماسك للشعر فهي عندها مزايا كبيره ومنافع كثيره. شكرا لك كثير دكتور عماد دكتور الصيدله والمختص في العلاج والتداوي بالاعشاب. شكرا لك صفاء بوجناح العفو مرحبا خبيره التجميل والماكياج وطبعا لكل من يريد الحصول على بعض المنتوجات اللي كتوصي بها السيدات كيفاش يتواصلوا معك؟ الوغ يتواصلوا معايا على انستغرام ديالي صفاء بوجناح ولا سناب شات صفاء ميك اب اس ا اف 2 ا ام ا ك او بي مرحبا بكم.